رشيدة. نعم بك. واحد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيداير أمي؟ يمشي بخير. أهلا وسهلا. هانيه. صحتك بخير. صحيحة. كيداير ولديك؟ الله يكبر بك. صحيحة. تحية لوليداتك قبل ما نبداو. تحية للمشاهدين ومرحبا بهم اليوم عندنا إن شاء الله يا ربي. تحية لوليداتنا وبنياتنا والحباب ديالنا كاملين والمشاهدين كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بهم كلهم. مرحبا بك. الناس ديال الجزائر والناس ديال المهم العالم كامل الحباب ديالنا كلهم. خويا مرشيد. نعم وليدي. كان لي السيوة اليوم كان شي حاجة زوينة عاوتاني. اليوم إن شاء الله يا ربي حاجة بلدية حتى هي وكانت قديمة. شناهي مرشيدة؟ مابقاوش كيديروها دابا تاني خاصنا نرجعوا ليها نديروها. دابا حيت واخا كاين الخير موجود راه كتباع ولكن خاصنا نصاوبوها كي كنا كنصاوبوها بكري إن شاء الله يا ربي. اليوم غنديروا الحمصة. حمصة. حمصة باليد. وهنا كيقولوا محمصة ولكن حنايا في بوزان في جبالة كنقولوا بازين. بازين. السمية ديالها بازين. كاين محمصة مرشدة كتباع في الحانوت. دابا حنا قلنا محمصة باش نتساهلوا عليهم. محمصة باللية. هذه بازين. هذا هو بازين. بازين واخا مرشدة. وهذا كاين اللي كيقول ليه بركوكش. بركوكش. ولكن ماشي بركوكش هذا هو بركوكش. عا الناس دابا كيمشيو غالطين. هذا بازين يعني محمصة. بلديه بلديه ديال اليد. ها نعم. وسميتها بازين السميه ديالها بازين. واش كنحتاجوا مرشدة الحمصه؟ كنحتاجوا فيها كل خير ان شاء الله يا ربي. حيت درنا فطيره شطبه اييه ودرنا بركوكش حيت شي حد في التعارق قال لي بركوكش خاصو يتبخر. هذاك بركوكش ما كيتبخرش ديال الطحين. ها نعم. كنصابوه بحال هكاك وكنطربوه بشويه في هذا باش كيطيب. وفطيره شطبه كنحطوها فوق الشطبه مسمنه باش كنديروا ليها هكا. وهذا هو اللي كيتبخر. هذا هو بازين. بازين. دابا غنصاوبو بازين. كيتصاوب بالكسكسو. ياك. الكسكسو اش كنحتاجو مرشيدة؟ هذا كسكسو ماشي السميدة هذا كسكسو. كسكسو يابس. كسكسو هذا ملي كنديرو كسكسو كنا ملي هذه شحال كنا الله يرحم العكوزة ديالي مسكينة هي اللي علماتني. كنا كنقصو كسكسو من النهار اللي كنفورو كسكسو كنقصو ديك الزلافة وكنشروها في الدار حتى كيتيبس. ونهار اللي كيكون ما كاين ما يدار للعشاء كنجبدوها كنكسكسو كنقولوا حنا حل حول كنحل حلو وكنبخروها وكنصاوبوها يا اما بمطيشه يا اما بالحليب والزبده والزيت بلديه. اليوم غنصاوبوها مرشيدة. اليوم غنصاوبوها ان شاء الله يا ربي بمطيشه بالاقامه غنوريهم بالاقامه وغنوريهم بالحليب. واخا مرشيدة. غنصاوب لهم جوج باش ما تلفوش المشاهدين. وكتفور. كتفور. كتفور. نبداو مرشيدة بديل ديال ديال المطيشة. اش كنحتاجو ليها؟ نبداو مزيان ديال المطيشة. دابا انا باش ما تلفوش المشاهدين. لا غادي لا هي غتكسكس مرة. خدمو كلشي. ها هي ملي غنبخرها غنقسمها. ها نعم. غندير شوية نطيبو في الإقامة وشوية غنطيبو للحليب. واخا وري المشاهدين. لا هادي ما تعلمت ليها أنا علمتني عكوزة ديالي الله يرحمها. أنا النهار الأول اللي مشيت عند عكوزة ديالي ملي شتها نقصات كسكسو ونشراتو قلت لها علاش نقصتيه اش غديري بيك سايكو؟ قالت لي لا غندير به بازين. انا ما كنعرفش بازين ديك الساعه بقيت حاضيه وعاسه عليها ملي لبساته وخزناته بقيت كل نهار كنحضيها في العشيه امتى غديرها بازين كيفاش غتعمل لي. وعاد جلسات حلحلاته قدامي وشفتها كيفاش ونقلت منها وقلت لها وريني ولات كتوريني هي اللي وراتني هاد بازين. الله يرحمها في هذا النهار ويرحم جميع المسلمين ويرحم العكوزات كاملين ان شاء الله يا ربي. الله يرحمهم كامل. وليا مرشيدة. نعم. بازين اش كنحتاجو لها ديال المطيشه هي اللي واش غنحتاجو؟ مطيشه كيما بحال اللي كنصاوبو مقارونيه. شنو المقادير ديالها مرشيدة؟ مطيشه وحيده ديال الحق مطحون هذاك. مطيشه عاديه. مطحونه ع وحده. وحده. مطيشه د الحق كاين الربيع كاين الثومه كاين البزار والسكنجبير وعرق الزعفران ومليحه. شنو هو هذا؟ والزيت بلديه. وهذا شنو هذا؟ هذا الفينو السميده رقيقه ولا الفينو هذا الفورس. هذا كسكسو يابس شريته هذا ما نقصتوش من كسكسو غير شريته يابس يابس كنبقاو نكسكسو فيه حتى كيطلع. وفي ديال الحليب مرشدة اش كنحتاجو؟ كنحتاجو الحليب. كنحتاجو عين الحليب والزبدة بلدية وكاين الزيت. المهم واخا مرشدة تكلو على بسم الله. دابا غادي نصبوها ونقصو الكسكسو باش ملي نوجدها كنكون هي غلات كنحط في سميتها. واخا مرشدة. باش نوريو المشاهدين كيفاش كنصبو هي الاولى. بسم الله توكلنا على الله. هذه مطيشه
ديال الطوماطيش هي الاولى. هي القشه ديالو ديال الربيع والثومه. كاينه الطوماطيشه ديال الحك هي والعطريه ديالو ها هي كنقول شويه شويه نص معلقه صغيره ما كنكثرش العطريه وزويته بلديه باش كنصبو باش تقوي مزيان بحال هكا مرشدة كديري الماء ولا كديري شي حاجة لا؟ الماء غندير الماء ياك ضروري الماء شحال تقريبا ديال الماء مرشدة؟ ها؟ القياس أوليدي فاش تطيب ها القياس ديال فاش نبخروها شي خمسة الكيسان تقريبا بحال هما كبار شي خمسة الكيسان كبار تقريبا أييه القياس ديال الماء كل واحد راه عارف دابا القياس مثلا ديال شي طرو ديال الماء هكا صباح بحال بخرو فيها فالطيبية تطير يا كتولي كتهز طيبو عرفتش صافي صافي دابا خاصني نخليوها بحال هكا وليدي وعاد نجلسو دابا نصاوبو الشغل ديالها هادي غادي نديرو فيها الماء هادي ولدي تانية ها تا هي غنوجد فيها الماء وغنشعل عليها الفرن تحتاني باش ولدي ملي الماء بوحدو ام رشيده ديال ديال الحليب باش ملي حتى هو باش ملي تنفوا تكون طاب ليا الماء ديالها نديرو فيها عا مليحه وصافي هي حاج نصيب ديالها وغنشعل عليها حتى هي انا الفرن الاخر واخا ام رشيده فاصل وليوم رشيدة؟ نعم وليدي شنو نديرو دابا؟ دابا وليدي غنكسكسو كسكسو غنكسكسو كنت غنكسكس هنا الساعة غادي نجي المشاهدين بعيدة عليهم اللهم نكسكس هنا حداهم بسم الله دابا غنحتاج وليدي قرا وليدي شي معلقة نحتاج شوية ديال الماء شوية ديال الماء كنديرو فيه شوية ديال الملحة كنكسكسو بالملح الملحة كنديروها في الماء هاهو كنكسكسو بالماء في الملح باش كيجي جديد بسم الله توكلنا على الله دابا هذا كسكسو كسكسو غليظ كنديرو الكسكسو غليظ نديرو على القياس على حسب القصعة صغيرة بسم الله توكلنا على الله بحال اللي غنكسكسو الطعام يا بسم الله كنحتاجو كسكسو غليظ ماشي كسكسو رقيق ولا كسكسو لا كان اللي فور في الدار ديالو كيشيط كسكسو ديال الدار ديال الدار ولكن التفويره الاولى ماشي التفويره اللي فيها الماء التفويره الاولى كينقصو شويه وكيتنشر في الظل يدار في البلاطو هذا كيتنشر في الظل يا ولدي يتنشر في الظل باش باش كيبس في الظل كيبش كسكسو ما كيبش في الشمس كيبس في الظل كنبقاو نزيدو عليه حتى كيولي كيولي غليظ بحال كنطلعو السميده بالسميده السميده دقيق تقدرو يديرو فينو فينو سميده رقيقه بحال الحر زيدي الماء عاوتاني ضروري كل مره شويه كل مره شويه حتى كيطلع الخلط ديالو حتى كتخلط المس دابا الحبة ديال الكسكسو تولي قدا قد ديال الحمص ها هي كتكبر غالي وكتكبر هي غادي كتطلع حنا حيت مولفين نديرو هادشي كيجينا ساهل ها شتي الحمصة هاي
انا غنصاوب. لا لا بلاستيك ما يخدمش، ما كاينش طوبة بلاستيك. ها انت كي كنديرو عشان تعاودي تفتلي. ها نعاود نفتلو هاك، كنحكوه هاك باش ما كيبقاش هادشي الغليظ. ها انت وليدي دابا غيرجع كلشي غتبقى بحال بحال، حيت كان كلشي كيتصاوب. واحد الريحة كطلع واعرة يا خويا. لا بدات كطيب. اه واحد الريحة، يا سلام. نفلتو ولا ناكلو؟ محمصة ولا ماشي محمصة؟ لا محمصة. وهذا كيما قاعدة كنديرو هذاك رقيق؟ اه رقيق كنصاوبو. هاي هاي هذا هو بازيل. اللي وجد نديرو هنا نجمعو. هنزيدو تاني كمرة. ولا مرة رشيدة؟ نعم وليدي. نحطوه في الكسكاس ياك يمشي فوق. دابا كنديروه وليدي فوق دابا. ها هو كيفوق. كانت الفويرة الأولى. اه فيها تفويرة وحدة. فيها وحدة؟ عاد فويرة وحدة، كنفوروها مرة. شحال ديال الوقت أم رشيدة؟ عا كيفور كيطلع فيه الفور صافي، كنطيحوه دابا في المرقة وغنطيحوه في الماء. أنا غنحطو هنايا نبردو ونطيحو في باش نلوحوها ولدي في دابا النص غنديروه بالمرقة والنص غنديروه بالحليب. دابا ها هو بردناه، ها محمصة. شتي يا ولدي؟ هيا وري المشاهدين كيفاش درنا ليها. هذه هي المحمصه اللي كتفور. هذا هو بازين. بازين والمحمصه ديال كتفور باش كتدار في سميتو. دابا غنقسمو على جوج، نص الحليب على جوج، نص غنديروه الحليب نقسموها هنايا، نص الحليب ونص المطيشه. ونص نطيحو هكا ونص نطيحو هكا. ها حنا ولدي كما قلنا ان شاء الله يا ربي نص الرميو دابا بردناها، وحنا غنديروها ولدي ها هي دابا. وتحركها يا مرشيدة ياك ضروري تحرك. ودابا غنهزو ديال الحليب، تا هي غادي نديرها في البلاصه ديالها. هادي ديال الحليب. اه نعم. دابا قسمناها درنا النص، درناها الاقامه وحده غادي نديرو الحليب ونص بالحليب. انا غنوريه لهم بالاقامه ونوريهم بالحليب، نوريهم بازيل بالاقامه وبازيل بالحليب. نجعل البركه دابا نجيبو الزويته ديالنا. مرشيده فين وصل داكشي؟ مرحبا وليدي. ها هو موجود الحليب ديالنا، دابا كلشي وجد ان شاء الله يا ربي. الحليبه ديالنا واجده. الساعه فاش غنحطو بازيل باش غندوق. غادي تدوق ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله كي غندير نصرب الحليب و دابا دابا غادي تحسب مع 10 اللي جات فيها 10 وليت لا غادي لا غادي ندوق تاكل ديال الحليب وتاكل ديال الماء. ندير الحليب غناكلو دابا وديال الاخر تنغدا الصباح نفطر بها. بسم الله.
روي حياة سلام أم رشيدة. آه هذا وري 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 المشاهدين. بازيل ديال المرق. آه. الله يا سلام. هذا بازيل بمطيشة. أرى أم رشيدة. وهذا بازيل بالحليب. هذا بازيل بالحليب. دابا غدير الحليب أم رشيدة. آه ضروري. وري المشاهدين كيفاش طاب. ها هو كيفاش طاب بازيل ها. اه يا سلام جناشف. اه جناشف لا حيت باقي ما خويتش الحليب حيت الحليب حتى كطفي عاد كنخوي الحليب هانت الحليب ديالو هانت وري للمشاهدين كيفاش كنخوي الحليب هانتوما المشاهدين واحد بالحليب كيفاش كنديروا ليه بالحليب وكيفاش كندير يجي بمطيشه ها مطيشه محمصه بالحليب كما تقولوا نتوما حنا كنقولوا بازيل ها والناس وزان وجباله كيقولوا بازيل ها هذا بازيل هذا بازيل بالحليب نزيدوا الحليب مازال كل ما عطيناه الحليب مزيان حيت كيزيد يشرب كيزيد يشرب اه كيزيد يشرب كيولي واعر ملي كيشرب الماء بازيل بازيل بالحليب وهذا مطيش صافي ام رشيد دابا انا غنغرفهم بجوج هانتوما المشاهدين كيفاش غنوريكم بعدا ديال مطيشه هو الاول بسم الله هانت ديال هذا بمطيشه هذا بلقان الله 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 واحد المشاهدين واحد الريحه يا سلام هات واللي كي المره اللي كتوحم تسمح لينا اللي كتوحم تسمح لينا تسمح لينا وبزاف هذه المحمصه محمصه بلقامه او لازين بلقامه بازين بلقامه دوز المرشيده ديال الحليب هذا بازين بلقامه وهذا بازين بالحليب ها هو بازين بالحليب مازال كيزيد يشرب انا قويت فيه الحليب ناكل هذا اللي شارب ونخلي هذا يشرب نصبق على المشاهدين نصبق هذا اللي شارب ها كيفاش كنديروا ليه كنديروا ليه الزيت بلديه الله هات هذا بازيل بالحليب هاش معلقه صغيره ولدي معلقه صغيره نحط الزبده وكنحطوا الزبده عاود الزبده بلديه كنحطوها بشويه بحدو سخون باش كدوب غير طريفات طريفات ما كان اللي ما بغاش الزبده ما يديرهاش ماشي بالضروره حنا عورينا شنو كيدار فيه كيدار فيه الزبده والزيت هكا صافي وهذا غاطين فيه زيت العود وكاين اللي كيزيدوا زيت العود بحال هكا حتى هو ماشي مشكل واخا تزيد فيه زيت العود ارا المعلقه هنا المعلم حط المعلقه ليه وهانتوما المشاهدين بالصحه والراحه ان شاء الله نتمناكم ان شاء الله ديروه وتجربوه وتردوا عليا ان شاء الله الاخبار كيفاش جاكم بازين هذا هو بازين ديال بازين بلدي محمصه باليد ام رشيده نعم ديما كتفاجئين وديما كدير شي حوايج زوينين نقول لهم على الحاجه اللي زوينه والحاجه اللي سهله وصحيه اول اهم حاجه اللي عكز على العشاء ينوض يطيب ولا ينصب ها بازين اهم حاجه فهاد اهم حاجه واسهل حاجه لا اهم حاجه فهاد الماكله دي انها صحيه للمشاهدين حتى ما عجبتكش المحمصه في الحانوت جيبي كسكسو اولا شيطه عندك كسكسو صاوبي كي الطريقه اللي قلت لك ونشريه بسي اولا شريه واخا ديال الباكيه كبوه اذا ولكن الغليظ ماشي دقيق وطلعوه على يديكم واه واللي ما قالش واللي ما قالش شي صايب يجي عند ام رشيده مرحبا بك مرحبا بهم ام رشيده شي كلمه سدوا بهذا الفيديو هذا اش غنقول لهم المشاهدين وحبابي ووليداتي كنقول لهم بالصحه والراحه وبطوله العمر ان شاء الله يا ربي ونتمناهم يجربوها ويديروها وردوا عليا الاخبار بالصحه والراحه درت فطرت شطبه درت بركوكش وكان باقي بازين دابا انا درت لهم بازين هذا هو بازيل الله يكثر خيرك والصحة والراحة والله يحفظك ونتمناو ان شاء الله يصاوبوها ويردوا عليا الاخبار ان شاء الله واصل ونواصل بالصحة والراحة